شعرت بالصدمة عندما سمعت لأول مرة. هكذا لخص الشاب بندر العنزي وشقيقته لسان العنزي من زارعي القوقعة نقطة التحول في حياتهم، وأن فقد السمع لم يكن محنة بل منحة ربانية. مشاعر إيجابية وتفاؤل وتقبل للذات عناوين جميلة قسمها سفراء جمعية أسمعك. وفيما تكلف العملية 150,000 ريال، فإن جمعية زارع القوقعة أسمعك يتكفل بها مجانا. قصة معنا الهادفة اكتسام السماعات الداخلية، إذا هذه أنا لبستها هنا السماعات الداخلية، هذه المطيس الداخلي، فحنا نسمع كده. هذه شوف داخلية داخل الرأس. أيوة داخلية. وبعد أسبوعين من الزراعة يتم تركيب الجهاز الخارجي وبرمجته عن طريق الصايص، ثم بعدها يتم إدراج زرع برنامج التأهيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا بيسان أخوي بندر، حنا فكتين السمك بندر عايد. أنا من ولد ما أسمع أبد، لا حنية. أول شيء سمعت صوت حواء صدمت أنه في شيء أسمع، تخيلت شخص عادي ما تسمع شيء فجأة له تسمع صداع، والحمد لله ربنا. يمكن 14 سنة كذا، حين كبرت 14 سنة. طيب إيه عادي، كنا جوال عادي. أخوان ها؟ أيوة أخوان حنا. فاقدين السمع. أيوة فاقدين السمع. طيب أنت بقى زرعت القوقعة؟ أيوة، هذه أنا لابسة هذه سمعتين هنا سمع. إيه. الحمد لله أنا راضية بكل شيء الله يخلقني. الحمد لله. يعني أنا دائما أفكر بشيء، يعني ليش بنات غير عني؟ ليه بنات يسموه وانا لا؟ فهمت؟ لا الحمد لله انا غطرت وحمد لله، يعني قمت افهم ان الله خلقني الشيء الميز، انا ميز بين كل بنات. صحيح. ان انا فاكت السماء هم عادي، الحمد لله انا فاهم راضيه. تقريبا 14 سنين لي. بس هذه لا من غابه سويت عمليه. ايوه حنا برنامج اسمعك الصوفي. ايوه حنا هذه عبد الله، عمي عبد الله مسوي برنامج الفاكهه السمع ولا سمعنا الداخليه. شوف زي هذا السماع، يعني مثلا شفنا افضل الفاكهه السمع، فعمي ما يقصر للكل فيساعد، الحمد لله يقدر يسوي مجاني ويساعد كله ويعطي بطاريات ويعطي سماع، والحمد لله ما يقص معنا. الهادفة اكتسام السماعة الداخلية، إذا هذه أنا لبستها هنا السماعة الداخلية، هذه المطيس الداخلي، فحنا نسمع كده. هذه شوف هذه الداخلية داخل الرأس. أيوة داخلية. نعم. وبعد أسبوعين من الزراعة يتم تركيب الجهاز الخارجي وبرمجته عن طريق الصايص، ثم بعدها يتم إدراج زرع برنامج التأهيل. يستمر طول العمر مع الجهاز الداخل لا يتغير ابدا. الحمد لله. كم تكلف العمليه؟ 150,000 ريال. 150,000. تكفل فيها الجمعيه؟ تكفل فيها الجمعيه؟ اي نعم اي نعم اي نعم. الجهاز قطع غيار الجهاز تكلف 9000 ريال سنويا، الجمعيه تكفل فيها مجاني، تاهيل جلسات تاهيل تخاطب عدد المستجدين. عندنا فوق ال 4500 مسجلين في الجمعيه، والعدد اكثر، عدد وصل فوق ال 10,000 في السعوديه. عندنا 23 مركز تبع وزاره الصحه يزرع، وعندنا مراكز خاصه تزرع، مراكز تبع الحرس الوطني تبع القوات المسلحه كذلك تزرع، لكن مشكلتها ما بعد الزراعه ما حد يقدر يوفر لهم احتياجاتهم، الجمعيه هي تكفل بذلك. الله يبارك فيك. كم مسكن فيها حاليا؟ 4500. نعم كلهم زارع قوقعة مجانا. نعم كلهم زارع. هل في طابور عندكم انتظار؟ في انتظار، سعوديين غير سعوديين، والله صعب. عدد كبير؟ عدد كبير. طيب ايش يحتاجون عدد كبير هذا؟ والله نحتاج دعم. العملية تكلف 150,000، ما هي سهلة. اي نعم. انا بعطيكم نصيحة من بيسان،
النصيحة هذه لا تفارق بين غيرك، يعني مثلا أنت عندك مشكلة، يعني مثلا عندك مشكلة بالنق أو السمع، لا تفارق إن شخص أحلى منه، يعني الشخص أعلى منك، لا تفارق. بالعكس حنا حملة، أنا شوفي ما يسب بين الطلاب، تمام؟ البنات هذه ما شاء الله يكلمون يسمعون زي الناس، أنا لازم أبلغ تعدلي حملة، أنا غادي هذا الشيء، فأنت لا تفارق بيننا كل الناس. في الناس يمكن مشكلة بس ما مبين داخلك، يمكن عنده مشكلة قلب، يمكن عنده مشكلة سكة، فأنت حملة يعني غاضي عند أي شيء، والحملة على كل حال يعني حملة أي شيء الله يجيبنا أكيد للمسرحنا، والحملة ودائمة. لا أبلات حملة ما يقصرون معني، أبلات إذا شافوني أنا ما فهمت يعيدون لي كلام، أيوة، أو أمنا يفهموني بأمنا يكتبوني كتاب، إذا أنا ما فهمت بكلام يكتبوني لي كتابة، فحملة أنا غاضية هذا الشيء صراحة، أنا أقول غاضي عن كل شيء. إنه يعني مهما كان فيك أمراض عادي، بالعكس إنه يعني يمكن للمسرحك، يمكن لو أنت جاك السسريم، يعني مثلا أنا لو أنا ماني فاكت السماء يمكن تجيني مشاكل كثيرة، فأنا حملة أدري إن الله يفهم وش أنا يعني اللي يسرحني، فأنا يعني الله خلقني فاكت السماء، صحيح أنا مرحت كثير يعني مثلا عند كلامي أن يعني تطقون علي عند كلامي يقولوا ليش أنت تتكلمين كذا، صراحة أثرت علي في كثير كلام، جتني حالة يعني أقول ليش الناس أحلى مني والناس يعرفون يتكلمون، يعني من أولادهم إن شاء الله يعرفون يتكلمون وأنا لا، فأنا قمت عاثرة فيني كذي كلام، بس أنا حملة قلت ليش أحسب هذي الكلام، ليش أفكر والناس إن شاء الله عايشين حياة، قلت إلي متى وأنا أتكلم إلي هنا وإذا متى أنا أفكر وتعبت، فقلت لا حملة وبعد خير كلام هذا وثم ما بخليها الخير، إن غيرين الناس ويغرون مننا يمكن إن أنا أحسن منهم غير، لا بصراحة يعني أنا حملة خلعت للخير ولا الصحيح، يعني أي واحدة ما خلت أحتمل كلامي وأتعلم وأتدرب إذا وش في مشكلة لي والدرب، ولا يعني أحتاج شيء وأفهم الدرب الحملة، يعني ما حيا ما يوقف على الأشخاص وكلام، والحملة هذه نصيحة. وعليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خليل فيصل خليل السمري، عضو جمعية أسمعك، زارة واحدة عمري 6 سنوات والثانية عمر 11 سنة، والآن الحمد يا ربي لك الحمد الحين أحسن من ما أتخيل يا ربي لك الحمد، وأنصح الأهالي الحين اللي عجلتهم يفرق بين السماعة والقوقعة، القوقعة لأن فيها فرق كبير عن السماعة، يعني القوقعة عجلتهم تميز يعني أحسن من السماعة، والقوقعة يعني عجلتهم بعد القوقعة لازم تكون في متابعة والأصوات الست جلسات التخاطب، لازم الأهالي لهم دور بعد القوقعة، مو بس أسوي العملية وخلاص، لا تأبني عائلتهم زي ما يقولون تأبني يعني صح، أبني عليه واشتغل عليه كان، ففي المستقبل الجاية النتيجة تكون مرضية، ويعطيكم العافية وشكرا لكم.